للتعليق على المشهد الانتخابي واستعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات لكي تجرى هذه الانتخابات بالشكل الذي يليق باسم مصر، معنا في الاستوديو المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد والمنسق العام لتيار الإصلاح الحر. مع المستشار صباح الخير عليك. أهلا بيك. صباح الخير على السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. في البداية وقبل ما نتكلم عن التجهيزات اللي قامت بها الهيئة الوطنية للانتخابات، عايزين في البداية تعليق من حضرتك على المشهد الانتخابي حتى اللحظة. احنا بنتكلم في ساعة ونص او ما يقرب من ساعة ونص منذ فتح صناديق الاقتراع، واحنا شايفين المصريين واقفين في طوابير بيستعدوا للادلاء باصواتهم ومستعدين وجاهزين وحاضرين من كافه فئات المجتمع. خليني اقول لحضرتك انه كعاده المصريين دايما انهم بيسطروا دايما ملحمه وطنيه واصطفاف وطني وتلاحم وطني من اجل الدوله المصريه. المصريين ده تاريخهم ودي ثوابت المصريه ودي حضاره الدوله المصريه. دايما في المواقف والحاجات اللي زي الاستحقاقات الدستوريه زي التحديات بيبان الشعب المصري وبيبان وعيه وثقافته وخوفه على دولته. والنهارده احنا امام استحقاق دستوري. خليني اقول لك ان المشهد كمان خرج من استحقاق الدستوري وبقى بيمثل عده رسائل للخارج، يعني اللحمه الوطنيه، الاصطفاف الوطني حول الدولة المصرية، مواجهة التحديات وعلى رأسهم ما يحدث في غزة. كل هذه الأمور جعلت الظروف الانتخابات ظروف استثنائية خلت المواطن المصري والشعب المصري بوعيه وحسه وضميره الوطني شاعر بأهمية صوته، مش استحقاق دستوري بس، لا ده وطني، ده بلدي، ده مكتسباتي اللي عملتها في 10 سنين، ده مستقبل الأولاد، ده مستقبل الدولة المصرية، ده الحفاظ على أمن الدولة المصرية، الحفاظ على المخططات التي تحاك بالدولة المصرية. المشهد بقى خد بعد أكبر. فالاستحقاق الدستوري النهاردة نازل ينتخب، ولكن هو بينتخب عينه على الدولة المصرية. بقى عنده وعي، بقى فاهم اللي بيحصل بأبعاده، وفاهم اللي بيحصل في المحيط وفي الإقليم وعلى حدود الدولة المصرية بالأخص، مش هنروح بعيد. بالظبط كده. كل التحديات دي بتجعل المشهد النهاردة ليه أهمية خاصة وأهمية استثنائية. قضية الوطن بقت قصة بالنسبة للمواطن المصري ذاتها أهمية. يعني أنت كان عندنا تحديات اقتصادية في ارتفاع أسعار وتضخم، كل هذه التحديات المواطن المصري بيقابلها، بس لما شاف النهارده اخواتنا واهالينا في غزه والتهجير القسري وخروجهم من ارضهم ووطنهم، كل هذه الامور جعلت المواطن المصري يشعر باهميه وطنه واهميه الحفاظ على الدوله المصريه، وانه كمان يتحمل اكثر واكثر التحديات، لان خد بال حضرتك ان التحديات دي في جزء منها عالمي على العالم كله زي التضخم وارتفاع، وفي جزء منها ممنهج على الدوله المصريه. فانت الشعب المصري بقى واعي ده. احنا من 2011 ل 15 الدوله كان فيها ارهاب وفيها مخططات عشان اسقاط الدوله المصريه، ولكن الشعب المصري تصدى بقوه وتصدى بقوه وعدى هذه المراحل وجففت منابع الارهاب، وبدانا في التنميه، والتنميه في طول وعرض مصر، وبدأنا في توطين الصناعة، وبدأنا في الزراعة عشان يبقى اكتفاء ذاتي، عندك اكتفاء ذاتي، ومشاريع عملاقة كثيرة، وبدأنا في مشاريع الحماية الاجتماعية ومشاريع اقتصادية. كل هذا بيثبت أركان الدولة المصرية وبيبعت مشهد للعالم والدول المحاطة بيك أن الدولة المصرية واقفة على رجليها بشعبها، بشعب وقيادة حكيمة في ذات الوقت، لأنه الدولة المصرية دولة عريقة لها تاريخ لها ثوابت. فأنت لو بصيت حواليك في الإقليم، الدولة المصرية الوحيدة اللي واقفة على رجليها، هي الوحيدة اللي جيشها ما دخلش في حروب، وده بحكمة سياسية وقدرة من حد حكيم وما بيجريش وراء العواطف ولا بيندفع وراء أحداث. صحيح. احنا عندنا كمان المشهد السياسي الحالي مع المستشار، مما لا شك فيه أنه عشان نوصل لهذه المرحلة ويكون في انتخابات ويكون في استقرار سياسي في هذا الوطن، كان لابد ومن الأهمية بمكان أن يكون في استقرار أمني طبعا، وده الأساس، ودي رسالة كبيرة جدا بتوجه للعالم، وكمان دعم هذه الرسالة أبناء المصريين في الخارج أثناء خروجهم في الانتخابات 1، 2، و3 ديسمبر. صحيح. حضرتك بتكلم في نقطة مهمة، وهو الأمن والأمان داخل الدولة المصرية. من غيره ما تقدرش لا تعمل اقتصاد ولا تعمل أي حاجة، الدولة هتبقى منهارة. فأنت في الحقيقة الأمن في الدولة المصرية والحفاظ على ثوابتها خلال السنوات السابقة ده نقلنا نقلة مختلفة،
وانا بتكلم على دوت لازم اتكلم على المواطنين اهالينا واخواننا المغتربين في الخارج. هم طبعا سطروا ملحمة وطنية تاريخية في الاستحقاق الدستوري، وقصة وطن ما هياش انك تبقى موجود جوه الوطن، لا ده جواك، هو جواهم الوطن، جواهم احساسهم ببلد، لانه عارف انه راجع في يوم من الايام، عارف انه مستقبل ولاده هنا، عارف ان طول ما دولته قائمه ودولته قويه ومستقره وامنه هو امن هو هناك. صحيح، واهله كمان، اهله عايشين بالظبط كده، امن، وبعدين امنه في بلده مش في المكان اللي هو فيه، لانه في وقت من الاوقات يرجع يلاقي وطنه قائم، فمشاركته الايجابيه لانه هو بيختار بيحدد مصيره ومستقبل بلده. فكانت مشاركه رائعه، واعتقد ان شاء الله باذن الله في النهارده بدانا هتبقى حاجه رائعه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طيب انتم من خلال الحزب ازاي شايفين استعدادات الهيئه الوطنيه للانتخابات؟ بص خليني اقول لك ان الانتخابات الهيئه الوطنيه واشراف قضائي ومواطن مصري. الهيئه الوطنيه في الحقيقه منذ اليوم الاول وهي عملت تنظيم وارشادات للعمليه الانتخابيه دقيقه بكل مراحلها، عمليه ممنهجه، عمليه وفقا للقانون والدستور، من بدايه التعليمات وبدايه فتح باب الترشيح والشروط والدعايه والوقوف على عتبه واحده وعلى مسافه واحده لجميع المرشحين، واعطاء جميع المرشحين فرص لعرض برامجهم وعرض كل افكارهم. كمان اتعاملت مع ملف العاملين بالخارج بحرفيه من خلال لقاءات مع القنصليات والسفراء وارسال التعليمات والارشادات التنظيميه وحل جميع المشاكل الموجوده هناك علشان نسهل على اخواننا الموجودين في الخارج، والرد على كافه الاستفسارات ووضع حلول كثيره لبعض المشاكل الصغيره. وبالتالي مرت العمليه الانتخابيه في الخارج بسلاسه وهدوء تام، ده نتاج جهد الهيئه الوطنيه للانتخابات، وعندها كمان من الخبره في الاستحقاقات الماضيه. طبعا طبعا طبعا، تاريخ خلاص، هي الهيئه الوطنيه بقت مسؤوله عن هذا الملف وبتديره بحرفيه، يعني 14 18 النهارده، فكل الاستحقاقات والانتخابات اللي حصلت الهيئه الوطنيه بتدير باقتدار وبحرفيه. والنهارده كمان اكدت على تسهيل ازاي تدلي بصوتك بقى، بالذات لذو الاعاقه، بالذات لكبار السن، كل هذه الامور، يعني ذو الاعاقه اللي هو الضرير عملوا له نظام بريل عشان يقدر يختار منه. فده معناه انها حريصه على ان المواطن المصري يدلي بصوته ويؤدي واجبه القانوني وفقا للدستور. فده كان دور للهيئه الوطنيه في الحقيقه، قامت بيه بشكل رائع جدا، عامله كمان مواقع تقدر تعرف لجنتك بسهوله من خلال 51 51، من خلال انك تحط رقمك القومي وتخش على الموقع بتاعهم. كل التسهيلات دي كلها علشان خاطر المواطن ما يبقاش عنده صعوبه يدور على لجنته زي ما كان زمان موجود بقى. صحيح. كان كارت الاحمر وتسال والقصص بتاعت زمان دي. لا، وكمان كان في مشكله كبيره زمان المغتربين اللي هم جايين من محافظه لمحافظه اخرى، ده كانت قصه كانت مهمه جدا. يعني لو في حد مثلا من العماله من محافظات من الاقاليم من الصعيد وشغال مثلا في القاهره ومستقر في القاهره عشان يدلي بصوته كان لازم يروح للبلد بتاعه. صحيح صحيح، دي من الحاجات اللي زي بقى في لجان مخصصه دلوقتي للوافدين، ودي من اعظم الحاجات اللي حصلت برضو من الهيئه الوطنيه للانتخابات. يعني في النهايه هي دورت على المواطن المصري ازاي تسهل له انه يدلي بصوته، لان هي شايفه ان المواطن عنده وعي وعايز يؤدي دوره ويؤدي واجبه الوطني والاستحقاق الدستوري، وبالتالي هي سهلت عليه كتير قوي. والمواطن شعر بده، المواطن النهارده بقى عنده سهوله في كل حاجه وعارف لجنته وعارف مكانه، وسهلت بعض الانتقالات في الاماكن لذوي الاعاقه. كل هذه الامور بتعني ان الدوله المصريه انتقلت نقله نوعيه في الاستحقاقات الدستوريه، في مسار العمليه الديمقراطيه ذاتها، ودوت بيبان في التردد وحشد الناس على زي العاملين في الخارج لما ترددوا وحشدوا قدام اللجان، ده معناه انه رد الفعل بتاعك اهو، انت الدوله جهزت لك كل حاجه، فبالتالي هو رد فعله انه راح يدلي بصوته. هنا نفس الكلام، هنشوف المشهد ده برضو بيتكرر تاني مع الهيئه الوطنيه للانتخابات. مش عايزين ننسى انه في قاضي 15 ألف قاضي بيشرفوا على العمليه الانتخابيه. طيب